العالم في دقيقة. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تنتصر لفريق نهضة بركان بخصوص مشروعية ارتداء قميصه المعتمد، وتأمر السلطات الجزائرية بالإفراج عن أمتعة الفريق استعدادا لمباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكاف. في اليوم 98 بعد 100 من الحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل جيش الاحتلال قصفه على القطاع والضفة مخلفا قتلى وجرحى. من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 50 قتيلا كانت القوات الإسرائيلية قد دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع نصر الطبي في خان يونس. مدينة فاس تحتضن الدورة 16 لمهرجانها للثقافة الصوفية، دورة تحتفي بالثقافة الإفريقية في بعدها الصوفي بمشاركة دول السنغال وموريتانيا وتنزانيا. على هامش الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سفارة المغرب بواشنطن تنظم لقائها السنوي الثاني تحت شعار الاقتصاد المغربي، وهي مناسبة استعرض فيها السفير المغربي في أمريكا التقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة. إلى اللقاء.